في التاريخ قالت برايا دوسوا على البزر. تاريخ وسؤالهم، في أي من دول شمال إفريقيا تأسس تنظيم مجموعة الـ 22 التاريخية عام 1954؟ مجموعة دي أطلقت شرارة الثورة وأدت للاستقلال عن فرنسا 1962. اتسمت 22 لأن أول اجتماع كان بين 22 مناضل. جزائر. إجابة صحيحة. 7 سنوات من الكفاح المسلح اتسبب في استشهاد 1.5 مليون جزائري. طبعاً لازم نحيي شهداء الجزائر. الدفاع عن الوطن بيكلف كتير. 40 عيلة برايا، مفيش نقط لعيلة السحيتي.